أردت أن أقدم لكم هذه النشرة الجوية التي نبدأ بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة السحور، حيث يسود الطقس الصافي 25 درجة مئوية، الملموسة 23، الرطوبة 25%، والرياح خفيفة السرعة بالمجمل. ننتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة اليوم غد. نبدأ شمالا، إربد 34-16، المفرق 36-17، جرش 35-16، وعجلون 32-15، لكن ينبه من الفروقات الحرارية الكبيرة بين درجة الحرارة نهارا وليلا بسبب كتلة هوائية باردة تبدأ تؤثر على المملكة اعتبارا من ليل الجمعة على السبت بإذن الله. انتقل الآن إلى التوقعات الجوية للمنطقة الوسطى. نبدأ بالعاصمة عمان 32-19، الزرقاء 36-20، البلقاء 35-18، مأدبة 34-18، البحر الميت 40-23. المنطقة الجنوبية، كرك 30-19، الطفيلة 33-16، الشوبك 32-18، معان 34-21، العقبة 40-24. بالنسبة للمنطقة الشرقية، رويشة 38-20، الصفاوي 38-21، والأزرق 39-21. إلى اللقاء.